في الأكل معاكم. أعمل حساب يا بابا. إلا في الساتر. هي دي واحد طالع عينه فهم شغلين دي. يلا السلام عليكم. السلام، اتفضل. هنا الاتشور؟ ايوه اتفضل. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، اتفضل. انا محمود، كنت جاي اقدم في الوظيفه اللي انتوا عرضتوها على الانترنت. تمام. حسيتكم عاوزين ناس يعني في الماركتنج وكده، وانا دارس ديجيتال ماركتنج واخد كذا شهاده من كذا جهه يعني. وده السي في بتاعي لو حبيتوا تطلعوا عليه، وفي كل الشهادات وكل الاوراق اللي انا واخدها. انا متخرج من جامعه 6 اكتوبر في اكتوبر طبعا، عارف كلنا عارفين طبعا معروفه جدا، اشهر جامعه في اكتوبر وفي الجامعات الخاصه، وهي يعتبر اول جامعه يعني. انا واخد جي بي اي 3.6 من 10، ودي كل مؤهلاتي وكل حاجه موجوده عندك في السي في لو حبيت تطلع عليه. انا عندي خبره سابقه في الماركتنج، اشتغلت قبل كده في الجامعه طبعا لان انا لسه خريج جديد. وانا شفت الاعلان بتاعكم على الانترنت وحبيت ان انا اقدم في الوظيفه، لان انا شايف نفسي مؤهل للوظيفه دي بعدد الشهادات اللي محضرتك في السي في والحاجات اللي انا اشتغلتها قبل كده او بسبق خبرتي اللي فاتت. ان شاء الله خير، نشوف بس شغلك الاول وكل حاجه تمام باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. أو ممكن حضرتك تطلع كمان على شهادات التقدير اللي كنت واخدها في الشغل، وممكن تتصل بالمصادر بتاعتي او تتواصل معايا. ثانيه واحده. الو، ايوه مين معي؟ محمود. يا ايوه، ازيك يا باشا، عامل ايه؟ وحشني جدا والله. ايه الاخبار، عامل ايه؟ ايه تتكلم بخصوص الوظيفه اللي اعلنا عنها؟ ايوه طبعا. ايه ده 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 ده, ده. شو كاتبين نفسه بنفسه؟ يا ده مش مصدق نفسي. امرني يا بيه، عامل ايه الوظيفه؟ لا ان شاء الله خير. انت اكيد معانا، اعتبر نفسك خلاص معانا من دلوقتي. ان شاء الله خير. وبعدين شوكت بيه حبيبي جدا، ما تقلقش، وباذن الله انت معانا. تمام يلا، تمام ماشي، اشوفك بكره بقى الساعه 10 بالليل باذن الله. ماشي، السلام عليكم. بس نشوف السي في بتاع حضرتك وهنرد عليك باذن الله. تمام، شكرا جدا. لا حول ولا قوه الا بالله.